طيب، بما ان احنا بنتكلم عن الملفات وحضرتك اشرت اليها، شايف ايه ابرز هذه القضايا وابرز هذه الملفات؟ احنا تابعنا جلسات الحوار الوطني في البدايه يمكن ناقش اكتر من 100 قضيه مختلفه الحقيقه، شايف انه ابرز هذه القضايا كانت ايه؟ يمكن هم كانوا حوالي 19 لجنه على 3 محاور، خلص منهم 13 لجنه طلعوا بمخرجات وتوصيات. التوصيات دي تمت صياغتها من الأمانة الفنية والمنسق العام للحوار الوطني، دي اللي خرجت بيها طلع بيها مخرجات، طلعت لسيد رئيس الجمهورية اللي هو قالها ان هو حاجات هينفذها بنفسه، حاجات تانية هيتم طرحها على المجال البرلماني لمناقشتها، حاجات تانية ممكن تروح للحكومة يتبص عليها بشكل مختلف. فكل المواضيع اللي تم طرحها واللي تم مناقشتها، عامل المواضيع اللي تم ناقشتها موضوع الاقتصادي، موضوع ملف الصناعة ملف مهم جدا، ملف الاستثمار كان ملف مهم جدا، ملف المرأة، ملف حقوق الإنسان ده كان ملف من الملفات المهمة جدا لأنها ترحيب كتير من المشاركين.